سامعك دلوقتي هنشوف بعض الحيل في رسم الكيرتين وول. طيب هقول له انا عايز ارسم اركتكتشر وارسم حيطة عادية اهي، واقول له دي خليها لحد الروف، وبعد كده هاجي من الوول واقول له ان انا عايز ارسم كيرتين وول اللي هو ستور فرونت، واقول له ارسم لي من هنا لهنا. هو اوتوماتيك اعمل اوبننج في الحيطة، تمام. طيب انت ممكن لو ما عملش كده ممكن تيجي من موديفاي وتقول له قط وتعلم على الحيطه الكبيره وبعد كده الحيطه الكيرتن وول. طيب ممكن نعمل سيلكت كده على الكيرتن وول ديت وندخل في الخصائص بتاعتها، تمام. وتقول له مثلا عايز الفيكسد ديستنس قد كده، عايز تغير الفيكسد نمبر، تقول له مثلا عايز عددهم، والعدد هنا برضو العدد ده تقدر تتحكم فيه من هنا، تغير الرقم تخلي ده مثلا بدل ما هو 9 تخليه 5، وتخلي ده بدل ما هو 20 تخليه مثلا 10، زي ما انت عايز. طيب لو عملنا سيلكت هنا تاني، انا عايز اغير الحدود دي بدل ما هي على شكل مستطيل كده، تقدر تقول له edit profile وتقدر تحرك دي مثلا بمسافة معينة، تمام، ودي برضو بمسافة معينة، وتقول له trim من هنا لهنا ومن هنا لهنا. موافق، يعني اغيرها لك بالشكل ده. طيب ممكن تقول له لا انا عايز اغير فيها اكتر من كده، ممكن اقول له edit profile واقول له انا عايز ده هيبقى عبارة عن arc، الجزء اللي فوق ده عبارة عن قوس بالشكل ده، فهو يبدأ يعمل الحساب بتاعته ويبدأ يكمل القوس. طيب يعمل select تاني كده، شايف العلامة ديت اللي هي configure grid layout، هتدوس عليه، تمام. وممكن تبدأ بقى تعمل ايه، تيجي هنا تقول له مثلا انا عايز اغير الزاوية مثلا ل 15، فيروح عاملهم لك كلهم روتيت. طيب ممكن تيجي على الرقم دوت وتقول له مثلا 10، تمام، هتلاقي ظهر لك العلامة ديت، فتقدر تقول له مثلا ابدأ ظبط لي الحاجات مثلا من الناحية دي من الناحية دي، تمام. طيب ممكن هنا هو مثلا بيقول لك هنا، طيب المسافة اللي انت عايزها قد ايه من هنا، ممكن 5، تمام. طيب ممكن تيجي تقول له انا عايز مثلا اظبط من هنا، تقدر تقول له مثلا دي حركه 2، فتقدر تتحكم في الجريد هيبدا منين التوزيع بتاعه من خلال العلامات ديت، تمام. هنا تقدر تختار الزاويه وهنا تقدر تختار المسافه بالشكل دوت، الشكل ده ممكن تقول له 0 يرجعهم للشكل دوت، وهنا تقدر تقول له 0 فيرجعهم لي الشكل ده. فتقدر من خلال هنا تتحكم في الجستيفيكيشن، الفيرتيكال جريد، تقدر تحركه يمين شمال زي ما انت عايز.